إلهي كتشعل أمانة يا مهدنقة إن هذا مرول بإلهي مهدنقة الحمد لله الشكر لله قفك وحوا تبي كرا بني آدمك وحي إلهي كسيي إلهي قفو قد يهرت متشرو قفو إلهي إلا وين متشرو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكن قفو لي بوحل سيي إلهي علمي سيي حكمة دي سالقو سينيا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ضد كان هذه قفوة لما القبيان لقد لها قارب ذنب حالته كحوما الله لكن إلهي وحوح كسية ورزاق ذاكو قيبية علم جيسة هي حكمة جيسة الله سبحانه وتعالى قف بوحو إساقو أوقي هاي يسدو أوقي وحسية إلهي سبحانه وتعالى هذه وحا الرباء حوا تبي كرتاه بني آدم باته وقفك بني آدم كاي كامل ماها خراب الله قوشيك وباهنتهي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وردد هو باهنتهين باهي دنيا باهي آخرات قبطان باهد الله فهيد كشرتا نفتي نيكو أبو رنتهي إلهي وغني إلهي وحويديس سبحانه وتعالى مركا وحي آد أباهته إلهي ويديسو واسألوا الله من فضله إلهي فضله سيديق ديس ويديس تبو على الله سبحانه وتعالى وحالقو قبرارو تشينا إن هذا عندنا حاسدين قف إلهي وحوسي إن هذا كحاسدين أو أما الدنيا أما الدين إن هذا كحاسدين إن هذا أغحمان إن هذا كعرون لكن أحد كي سيجيبا دي تشوغا إساق ويديسو على الله سبحانه وتعالى هذه إشارة كل عدنا إله إسماء زيادة وبركة أنا جانا إله يطاع يمد كونك سن إسي أنا كفيت نوبين فصار لك عربة وهي حسد هو عذر حن إلهي نمنك يهودا دين تأين قاتان ورسولك الروميان وح أدي دي حاسد نمو أي نبي محمد حاسد يان سداء اللي عكرتا قريشي عرب إنه النبي كصوبح أن هي بني إسرائيل كصوبحين حسدا من عندي أنفسهم بألي سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما وحيدتك كحاسد يان أقول لأيهين إلهي سبحانه وتعالى فضلك يسيب حسي نمن كاسي وحباب أشهير كارسي وحاسد نمو رسولكم حديثك صحيحة صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير حديثك أبليك لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ما لم يتحاسدوا ضدك خير كزول مايان إن خير كنو ليهين وخير كدقيهين وخير قبان ونلوشو الدين الدنيا بأي خير كهيستان انت أنا إس حاسدين بالنبي صلى الله عليه وسلم هدي حسد ما دو خير يدو ويران إسا ما كسر حارك إسا قف باو حورنا يوني هورتا كاسي شلبو مقالة يميد حقو حكا كان يا العكت سي يا مالك سي وحقا نعسي بو سميستي وحرقونا ياي ونيو قاربو بإبسدي وقلبو قطي وقريبو لستي وردتك ماذا أرساق دا وهي ماذا دتك وحسية سو إلهي دتك ماله سو إلهي وحما بحيو مسيدة إلهي وحقا يمين يو أدق وحكا ويديني ما أدق إلهي كالا تشانا يا كوب بدين يا يكو سين يا يكو بلارين يا ماذا وحلقا ويديني وما لها قفك إيمان كيسا يدين تيسا لغا صغر حسدك لغا صغر حق الدين أي أيضا نصاص صغر وهدي بهاش وذادر أي قشق ليد وأنكروي وننكي وذاد كه وحي وحبرتي أما أقول يا شيء أما قرآن كسي في عنو برتي أما علمي جي برتي أما جامع على كسر بحي وكحية وحن ير ير بين والي بولي سشاهد أنا أقول فردي سب دوني قف دقائق إسق مو ين عندك كده حمو قنبر ربا هدي عذر كاسي كقالوا جيرنتي أقو عذر جراء وكويس وإن قف كستا ودين تأي دعوة كسو كرناه وأقون له وأقون دي ميد له القرآن كإلهي حفظي وعلوم تشريع هذا برتي وإن كفر أحدا أو ترى هذا عاوه دي تي إلهي كوتي مادو واللي دين تاني ركبي هاي ستا واللي ضد بي هاي ستا إلهي دين تي سأشقيني
aqoontii dacwadii faafinaya ilaa wadaa mahadaale joojiyey maanta waqti baan garanayaa aan fara ku tiris ahayn inaad tidhaahdid maanta wakaa dadkii wax wada bartay jaamacada ka soo baxay alxamdu alshukur haddiise aad qoonsato oo cirhiidh aad dareentid ama dhibsato mid soo baxay iyo mid khudbad akhriyay mid kitaab akhrinaya mid aad dhibsato fiika fiika fatish nafsak naftaada waxbaa ku jira dib isu baadh xanuun baa ku soo galay odaygii shaydaana baa kula derisa oo ku afuufaya waxaa la rabaa adoo qalbi fiican oo muslimka u qalbi wanaagsan oo ilaahay ku xidhiidha inay waqtigii saacaddu ku yimaadaan baa la rabaa qodobkaasi waa qodob muhim in la ogaado ay muhiimta dhallinyarada iyo dadka da'da yar waqti adag baynu ku jirnaa dadka waayeelka ah waalidka u horeeyaan culimada mucallimiinta ducaadda odayaasha waxgaradka hooyooyinka dadka dhallinyarada si gaar aha looga warqabo waqti waxaynu ku jirnaa fitna ah ilaahay nolosheenna maanta wuxuu ku soo beegay zamankan inaan noolaanno oo adduunyadu fasahaadka yaalla aynu aragno oo macaasida dunuubta qashinka xaaraanta ilbaxnimo iyo horumar loo arkayo diinta iyo cibaadada iyo khayrkana gaabis iyo badownimo iyo dibdhac loo arkayo waqtii fasahaadka iyo fitanku badan yahay baynu joognaa ilaahay baa inaan maanta noolaano qadaray ilaahay baa qadaray waxaan maanta fitanta intan joogta inaan maanta joogno ilaahay baa qadaray waqti maanta ka fitna badan umalayn maayo islaamku inuu soo maray waqtiga maantan la joogo haddaad mararka qaarkood meel fariisato oo fekerto wax badan baa naftaada dareenka gelaya meesha wax marayaan gaalnimada iyo kufriga iyo macaasida iyo xishood la'aanta iyo diinyarida iyo ilaahay isku taagga indha adeegga waxyaabaha la yaab kaleba ka mid ee maanta taagan ee social media lala taagan yahay ee meel kasta lala taagan aan lala gabanaynin qofkuna hadduu ilaahay ka cabsan waayo xishoon waayo xuduud celinaysaa ma jirto qofku waynu qofku ilaahayna ka cabsan karaa xishoonna karaa qofka bini aadamka sidaa awgeed dhallinyaradeennu qofku markuu da'yar yahay waa fudayd badan yahay da'yaraantaa keenaysa waayo aragna ma aha maadaama aanu muddo badan soo joogin hooyadii inay irmaan tahay baaba laga yaabaa oo dhadhalayso labaatan jirka maanta jooga iyo wixii la midka ah waa inay u damqadaan oo aada u daryeelaan dadka ummadda indhahooda ah waalidka iyo culimada iyo mucallimiinta iyo ducaadda in si gaara laysaga xilqaamo waa shay aada muhiim ah.